عزيزات، موديل بناتي نسائي كل شيء كان. شوفي شلون كعب مالته شيء روعه روعه، ف درجه اولى 100%. اختي موديل ابو العنكبوت واعطي بيه ضمان سنه، والطبي مالته نوعيه درجه اولى. انا كيف عليها ام الدوام، ام الطلعه، ام المدرسه، ام كل شيء تاخذه كموديل كلش روعه. مريح من تلبسه توقف من الصبح لليل ولا لابسه حذاء، كنوعيه درجه اولى، وهذا الشيء بيه حلو. بهذا مطعم بالابيض، شوفوا اخواتي العزيز هذا مطعم لونين، وهذا هم مطعم لونين. شوفوا اخواتي موديلات شلون حلوه، كشخه خصوصيه جنس يعني، فشي روعه حلو ومرطب وكشخه، باع الالوان مالته الحلوه مناسب. السعر 10000 دينار خواتي، السعر 10000 دينار، فرصه. هذا كلش موديلات حلوه، القياسات من 36 الى 41، من 36 الى 41. هذا موديل، وموديل الساده اختي العزيزه شوفيه، هذا جايك ساده كامل شوفيه، كنوعيه درجه اولى اختي. موديل كلش كشخه، ابو العنكبوت هسه بالسوق العادي دي يبيعوه، يعني احنا ما نقول على العادي، ان شاء الله كل من ياكل رزقه خواتي، احنا الدرجه اولى دائما، هذا الدرجه اولى كلش نوعيه درجه اولى. هاي الالوان مالته، باع الابيض الساده يخبل فدوى، شلون لبس تلبس هاي البنيه، من تلبسه كلش كشخه، لبسه مثل الجوارب اختي تشوفيه، شيء روعه وحلو ومرتب. باع الالوان مالته، هذا الساده الوانه واحد وهذا واحد، كموديل كلش روعه وحلو وما شاء الله، والسعر 10000. واي خدمه توصيل ما عندنا خواتي العزيزات. بالنسبه للعنوان بغداد الكاظميه باب الدروازه، مجمع واحذيه جعفر حميد، تفتحته الصبح من الساعه 8:30 الصبح للساعه 10 بالليل خواتي العزيزات. اي فرع ثاني ما عندنا، فد الكاظميه وبس. هلا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. خواتي العزيزات كعب ايفا، الكعب ايفا سامع، بالكعب الايفا يصير خفيف كلش، ريشه كلش حلو، وداير حبل مخيط، فشي مرتب كشخه استندر كلش راقيه، وقياسات من 36 ل 41، داير حبل كله مخيط، جلد هذا نوعيته كلش حلو. وتعرفون يعني دائما نجيب لكم الطبي والمريح والدرجه اولى. السعر 7500، السعر 7500، ريشه كلش حلو مميز دائما، التاغمي عندنا فشي مميز. باع شلون طبي حلو، باع الوانه، شوف موديله شلون حلو كشخه، الوانه كلش حلوه ومرتبه، وشي بي حلو خفيف، الايفا مالته كلش خفيفه. هذا الموديل هماته، شوف الوانه، شوف هذاك الفضي ماله، هذا الذهبي بالاحمر، فشي روعه كلش حلو ومرتب وكشخه. السعر 7500. بح هذا الموديل الثاني خواتي العزيزات، لا تنسون العنوان المحل كاظميه باب الدروازه ساحه قريش مجمع واحذيه جعفر حميد، السعر 7500، تفتيحته الصبح ان شاء الله من الساعه 8:30 الصبح للساعه 10 بالليل، وما عندنا اي خدمه توصيل خواتي العزيز، وما عندنا اي فرع ثاني. هلا ومليون هلا، صلي على محمد وآل محمد، وهلا ومليون هلا بخواتي يا احلى خوات. خواتي العزيز دني فرصه، فرصه من اقول لكم فرصه، فرصه وشي بي حلو مخيط، مخيط وطي بيها ضمان سنه كامله، ما يصير بيها شيء، بالماي بالحمام وكل شيء طبوا بيها، وفرصه لكم هديه من اخوكم جعفر حميد. السعر 3000 دينار، كل قطعتين ب 5000، كل قطعتين ب 5000، والقطعه الواحده ب 3000 دينار. الوان تخبل، باع الالوان الحلوه، خيطه داير حبل، شغل حلو مرتب، باع الاحمر شلونه، باع الالوان القطع، تاخذ قطعتين يعني بدل ما تاخذين نعال، اخذي شحاطه حلوه بالبيت تتمشين بيها وتتباهين بيها، وقويه وحلوه، وكل قطعتين ب 5000 دينار. باع الاسود ماله يخبط، قياساته من 36 الى 41، كل قطعتين ب 5000 دينار خواتي العزيزات. شنو هالالوان الحلوه؟ شنو هاي البداعه؟ باع شلون فرو حلو؟ من تلبسيها ويا الدشداشيه تخبل باللبس كلش حلوه. خواتي العزيزات موديل حلو، فرو كلش حلو، القطعه واحده 3000 دينار، كل قطعتين بخمسه. موديل مرتب وحلو وكشخه، العنوان بغداد الكاظميه باب الدروازه ساحه قريش مجمع واحذيه جعفر حميد. خواتي العزيزات تفتيحه الصبح ان شاء الله من الساعه 8:30 الصبح الى ساعه 10 بالليل، وما عندنا اي خدمه توصيل. وهلا ومليون هلا بخواتي والي محمد، وهلا ومليون هلا بخواتي العزيزات. موديلات تخبل، العلو واحد كلش حلو، زارجون داير مدارس، شوف شلون موديل حلو كشخه
وجلده ما شاء الله نوعية درجة أولى. خواتي العزيزات كموديل كلش حلو وألوانه حلوة وما طلعة وما دوام وما سفر وكلابسة طبي بعرفتي. أهم شيء أنا أرتاح من أشوف على الطبي، يعني ننطب المصانع إن شاء الله ونطب على الشغل أو نجيب الشغل الحلو، أهم شيء طبي. أجيب أعلى واحد وأسوي طبي وأقل واحد وأسوي طبي حتى ترتاح، لأن رجل خطي العراقيات شوية يريدن راحة بعد. إن شاء الله تكون خواتي دائما مرتاحات، خواتي كبناتي ما الحوامل ما الطلعة ما السفر كل شيء فيه خواتي. كموديل حلو وجلد نوعية جلد كلش حلو. السعر 10,000 دينار خواتي العزيزات. القياسات من 36 إلى 41. العنوان بغداد الكاظمية باب الدروازة ساحة قريش مجمع واحد جعفر حميد. وهلا ومليون هلا بخواتي أختي. سعرها 5,000 دينار. شوف شلونه بعد جيب مالتها وشي بي حلو بابها أسخام، يعني الس يعني كلها فري سايز، كلها فري سايز كنوعية درجة أولى أختي. هذا الشتاء حلو مرتب وكشخة وبيها حبل وبيها حبل داير حبل بعد بعد النوعية مالته شلون حلوة بعد الألوان. خدزلكم إياها بعد الألوان أختي. السعر 5,000 فري سايز كل الأحجام وكل النوعية درجة أولى حلوة ومرتبة بعد الألوان الحلوة. راح أراويكم كل الألوان بعد بعد الألوان الحلوة. بحاله من ينشد شادي هذا مرتب بالاسود بالابيض بالجوزي بالحني، الوانه كلش حلوه، الوانه هوايه كلش حلوه. موديل احلى من موديل. السعر 5,000 دينار. العنوان بغداد الكاظميه باب الدروازه ساحه قريش مجمع واحديه جعفر حميد. خواتي ما عندنا اي خدمه توصيل، تعذروني اي خدمه توصيل ما عندنا. تراك كلش حلو كموديل كلش حلو ومروعه باه. لون احلى من لون، تشوفين خواتي؟ لون احلى من ماركة عالمية تركية درجة أولى. شوف الماركة مالته؟ السعر ماله 5,000 دينار. باخي بهذا النيلي خبل بالأبيض والأحمر. ثلاث ألوان حلوة. ثلاث ألوان حلوة. كشخة. فشي روعة وحلو ومرتب. وسعره شقد؟ 5,000 دينار خواتي. ألوان كلش حلو فري سايز. العنوان بغداد الكاظمية باب الدروازة ساحة قريش مجمع واحدية جعفر حميد. وهلا ومليون صلي على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم خواتي العزيزات. موديل سكتر، سكتر درجة أولى أختي العزيزة أختي. شي درجة أولى نوعية درجة أولى سكتر بعد هو سكتر نوعية درجة أولى. القماش درجة أولى نوعية درجة أولى. شي حلو ومرتب وكشخة كخوفية طلعة سفر دوام شنو مطلوب كل هذا موجود أختي. تجين شوف الالوان اللي حلوه بيه بعد الالوان حلوه بيه. شوف شلون موديل غريب اسكتشر درجه اولى. هذا الاسكتشر درجه اولى بقى مخيط داير حبل، يعني فشي مرتب نوعيه درجه اولى كلش حلو. والسعر ماله 10,000 دينار. موديلات كلش حلوه. موديلين نزلت هسه اسكتشر فشي حلو مرتب وكشخه. هذا موديل الثاني بقى الموديل الثاني اختي العزيزه كوبوي روعه. موديل حلو سعره 10,000 دينار نوعية درجة أولى وكلش روعة كطلعة كدوام كسفر تقدرين تسافرين به كمريح كلش، يعني يفيدش بالسفر كلش حلو. هاي وحدة. اثنين بالزيارات يفيدش كلش نوعية حلو. ثلاثة للدوام توقف من الصبح لليل ما عليها شيء أبد مستحيل تقول آخر راسي من عنده أبد مستحيل. أنا شايف أكو بنات خطية يتأذن، هذا لا تاخذيه وترتاحين ان شاء الله وبخير وسلامه. والسعر ماله 10,000 دينار. العنوان بغداد. اللهم صل على محمد وآلي محمد. اهلا وسهلا بكم خواتي العزيزات. كموديلات ايش يسوي جعفر حميد؟ عمي ايش يسوي؟ ايش يسوي؟ شنو هالجمال؟ شنو هالناصي؟ فشي روعه روعه راقيه راقيه والله. بضاعه حلوه والله بضاعة راقية وحلوة وقياساتها من 36 ل 41. شوف هاي المخدة الحلوة وبدار مدارها الكريستال شلون تطلع بي. هاي العروسة خوي يخبل عليها إذا ما تحب العالي العروسة يخبل عليها يطلع كبل بدلة كلش نوعية درجة أولى. وهذا الأسود ماله والقياسات ما شاء الله كلش حلوة. العنوان بغداد الكاظمية باب الدروازة ساحة قريش مجمع واحدية جعفر حميد. خواتي ما عندنا أي خدمة توصيل وما عندنا أي فرع ثاني. القياسات من 36 الى 41. السعر 10,000 دينار. فرصه خواتي لكم. بود درجه اولى كررنا لكم اياه. شيء درجه اولى خفيف درجه اولى كلش خفيف.
يعني ولا عبالك لابسه حدا، خصه يعني انت عندك دوام. مدير روعه لاستيكي، شوف شلون اختي شلون شي درجه اولى، نوعيه درجه اولى، بوت روعه ومناسب، ومدير حديث كلش حديث حديث يعني فشي روعه اختي العزيزه، والوانه كلش حلوه، مع الاسود ماله الا يخبل، وخصه دام الدوام تطلع بيه هو هم كشخه هم طلعه وهم كل شيء تلبسيه، شيء حلو مرتب خفيف ولا عذاب لابسه شيء. ومبروك عليكم الفوز خواتي العزيزات كمديرات كلش حلوه ان شاء الله بخير وسلامه. بعد هذا شنو هذا؟ ولا حبالك لابسه بوت، شيء روعه وحلو ومرتب وكشخه، والسعر 12000. العنوان بغداد الكاظميه باب الدروازه ساحه قريش مجمع واحد جعفر حميد. خواتي اربع الوان بي، اربع الوان بي من قياسات 36 الى 41. تفتيح الصبح ان شاء الله من 8:30 الصبح للساعه 10 بالليل، وما عندنا اي خدمه توصيل خواتي.